أعلنت انضمامي عشان أوصل صوتي وصوت من أمثلهم، أرفض كل الأخطاء وأكسر كل الحواجز. انخلقت كذي أطمح للإنجاز ونصرة المظلومين. أنا هني عشان أصد كل رادع بوجه كلمة الحق. ما راح أكون شيطان أخرس واتبع ما يريده السيئون. ما راح أسكت حتى لو فشلت جميع محاولاتي، بل سأكون بومة تقف بعنق المفسدون. ياتكم أم الخير. ما تقولوا لي قصتكم شنو؟